رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي أرحمك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوة وأخوات الأفاضل، تقبل الله صيامكم وقيامكم، وكتبنا الله من المقبولين في رمضان ومن المغفور لهم في رمضان. اليوم إن شاء الله نتكلم على واحد الاعتقاد وواحد الفهم يشيع بين الناس، وهو ماشي صحيح. نحاول نبينه إن شاء الله، نحاول نصحه بما يسر الله سبحانه وتعالى. هذا الفهم هو أن الناس يتصورون أن الصوم يعني بحال سواء من حيث الامتثال، ولا من حيث الأجر، ولا من يعني من جميع الجوانب، أن الناس يصومون بحال وأنهم كلهم عندهم نفس المرتبة من الصوم وعندهم نفس الأجر، وهذا ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، كل عمل ديال الإنسان ديال المسلم المكلف الأجر دياله معروف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كاين العمل لله تعالى يضاعف أجره 10 مرات، وكاين العمل لله سبحانه وتعالى يضاعف أجره 700 ضعف بحال أجر الإنفاق، وكاين العمل اللي لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى هو الصيام. هو الصيام الأجر ديالو ما محددش. فاهم شراح الحديث من ذلك أن الصيام مراتب، ماشي مرتبة واحدة، أنه مراتب، وعلى حساب المرتبة وعلى حساب صوم الصائم يكون له من الأجر ويكون له من الثواب. ولذلك العلماء قسموا الصيام لواحد ثلاثة ديال المراتب: صوم العامة المرتبة الأولى، المرتبة الثانية صوم الخاصة، مرتبة ثالثة صوم خاصة الخاصة. صوم العامة هو هذاك الصيام العادي المعروف اللي متداول بين الناس، اللي يعني موجود في كتب الفقه، هو ترك المفطرات والامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو صوم العامة، هذه آخر مراتب الصوم اللي ما يمكنش النزول عليها، وكل من نزل عنها اللي نزل على هذه المرتبة لم يعد صائما، وبالتالي لا أجر له لأنه لم يعد صائما. ولكن كاين مراتب أعلى من هذه، أعلى من هذه، والإسلام يعلمنا أن نطمح وأن نرتقي في موضع الأعمال، وهذا معنى قول الله تعالى في دعاء عباد الله الصالحين، عباد الرحمن، في أواخر سورة الفرقان: واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو المعنى، الطموح. المرتبة اللي فوق من هذه المرتبة هذه هي مرتبة صوم الخاصة. صوم الخاصة صيام الجوارح جميعا. قال العلماء: للعين صيامها، العين خصها تصوم عن النظر إلى ما حرم الله، وخصها تصوم عن النظر إلى المحرمات وإلى كل ما يتنافى وما لا يتناسب مع الصوم. ولذلك بعض الناس الله يغفر لهم عندنا يصومون كيدوزوا النهار في يعني مشاهدة وفي النظر إلى ما لا يليق من الأفلام اللي هي على كل حال حرام حتى في غير رمضان. الأفلام اللي فيها إثارة للغرائز وفيها تشجيع على الفواحش وفيها ترويج للقيم الهدامة إلى غير ذلك. فنقول لهؤلاء أن هذا عمل يتنافى مع الصيام. كاين أيضا العلماء يقولون للأذن صيامها، ما عندها حتى معنى أن الإنسان صائم وهو جالس النهار كامل وهو يستمع إلى الأغاني المعجنة والفاحشة، هذا يتنافى مع الصيام.
وكان أحرى به وأولى أن يستمع إلى القرآن ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعلى كل حال إحنا ما نقدروش نقول للناس أن كل استماع حرام، كاين الفن النظيف وكاين الفن الهادف اللي لا بأس به، ولكن أيضا كاين أولويات، وهذا شهر القرآن فالعناية والأولويات ينبغي أن تتجه إلى القرآن. أيضا قال العلماء لليد صيامها اليد، أن تعطي بالمعروف وتأخذ بالمعروف، والإنسان يتجنب الغش ويتجنب الاحتيال ويتجنب المكر والخديعة والإضرار بالمسلمين بكل أنواع الإضرار، بكل أنواع الإضرار. أيضا قال العلماء للرجل صيامها خص الإنسان يمشي إلى فضاءات وإلى أماكن العبادة، ويمشي إلى مساجد، ويمشي إلى صلة الأرحام، ويتجنب أماكن المنكر والمعصية ما استطاع. أيضا قال العلماء للسان صيامه، لسان توخص يصوم عن الغيبة وعن النميمة وعن السب والشتم والقذف والكذب. وإحنا كنشوف واحد ضاير عندنا في المجتمع المغربي كثرة السب والشتم في رمضان، الناس صايمون مقلقين كيدبزوا كيتسبوا بيناتهم، وليد فيه سبب بداعي أنهم صائمون. واش الإنسان صائم بالجميل ولا شنو؟ الإنسان صائم لله تعالى، فالمفروض أن يكون أن يلتزم آداب الصائم، والمفروض أن يكون أكثر هدوءا وأكثر اتزانا في رمضان. هذا اللي كيسموه العلماء صوم الخاصة، كاين واحد المرتبة فوق هاتين، فوق هاد جوج المراتب اللي هي صوم خاصة الخاصة، هذه مرتبة عالية ورفيعة جدا، صلى الله تعالى أن يجعلها من أهلها، اللي هي أن يصوم القلب. كيفاش أن يصوم القلب؟ يعني أن لا يسمح المسلم بشيء من الخواطر والأفكار الدنيئة والرديئة التي لا تناسب قدسية هذا الشهر الفضيل أن تتسرب إلى قلبه وإلى فكره وإلى وجدانه، واش يقدر يعيش بواحد المشاعر سامية رفيعة طيلة رمضان. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتقبل الله صيامنا وصيامكم، آمين.